على خط الحرب الشعواء التي تقودها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني منذ أكثر من شهر ونصف، والتي خلفت قائمة طويلة من الضحايا الأبرياء. ما ارتكبته آلة القتل الإسرائيلية أثارت بركاناً من الغضب في نفوس العالم، وعلى وجه الخصوص العرب الذين لم يجدوا بديلاً عن التظاهر والمقاطعة لترجمة هذا الامتعاض مما يجري. فالشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ومعها الشعوب الإسلامية، أي ما يزيد عن ملياري إنسان ينتشرون في جميع بلدان الأرض، عادت إلى السلاح السحري والمجرب والذي أثبت فاعليته ذات مرة. في سلاح المقاطعة الاقتصادية الذي بدأته الشعوب الإنسانية إن صح التعبير، سلاح كبد الاقتصاد العالمي وتحديداً اقتصاد الولايات المتحدة ودول الغرب أجمع، ومن يقف خلف إسرائيل داعماً أو مؤيداً أو حتى ساكتاً أمام فظائعها بحق الفلسطينيين، كبدها مليارات الدولارات. عمالقة المأكولات والمشروبات والملابس والعطور والكماليات والمواد الأساسية والغذائية وغيرها، والتي طالما تميزت بكثرة مرتاديها ومحبيها ومتبضعيها في جميع العواصم والمدن العربية والعالمية، ها هي تتحول إلى أماكن للأشباح، ومنتجاتها في عدد من الدول العربية تتعفن على رفوف معارضها الضخمة. هي رسالة من شعوب ملت من ممارسات الانحياز الدولي الدائم لإسرائيل، رسالة ردع أقوى من كل أسلحة الدمار والقتل. وتحت وطأة المقاطعة مؤشرات أسهم تلك الشركات العملاقة، والتي دائما ما كانت باللون الأخضر تحولت إلى اللون الأحمر، ما يؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة بحسب تقرير مفصل لوكالة رويترز. إذن سلاح المقاطعة الاقتصادية الشاملة كما ترى رويترز بدأ يحقق أهدافاً لم تستطع الجيوش العسكرية بلوغها، رغم المشككين بنجاعة هذا الخيار، وهنا نتحدث عن المقاطعة الشعبية. ومع نهاية الحرب على غزة ستتكشف أرقام الخسائر الاقتصادية، وسينتصر سلاح المقاطعة على الصواريخ والقنابل والمدافع والدبابات.